خلصنا بنات النوعين الأولين من أنواع الأنسجة الحيوانية اللي هما الأنسجة الظهارية والأنسجة الضامة. نيجي للنوع الثالث وهو الأنسجة العضلية. الصفات العامة للنسيج العضلي إن الخلايا فيه ما راح نسميها خلايا، راح نسميها ألياف عضلية. هذه الألياف العضلية يتميز سيتوبلازمها بأنه غني باللويفات اللي تمتد بشكل طولي امتداد موازي للمحور. هذه اللويفات تكون غنية ببروتينات الأكتين والمايوسين اللي هي مسؤولة عن عملية التقلص والانبساط. هذه العضلات بنات تكون موجودة يعني في جميع أجزاء الجسم. في إذا كانت العضلات لا إرادية كما في عضلات الأحشاء الداخلية أو عضلات القلب، أو أن تكون عضلات إرادية مثل كل العضلات المرتبطة بالعمود الفقري اللي مسؤولة عن حركة الأطراف، حركة الرأس، حركة العيون، اللسان، يعني حركات عضلات الوجه، هذه كلها تسمى بالعضلات الإرادية. العضلات بنات تصنف إلى ثلاث أنواع: المرساء والقلبية والمخططة. نجي للمرساء، شنو صفات المرساء؟ أولا توجد في جدران القنوات الهضمية والتنفسية والبولية يعني والتناسلية، هذه تكون مسؤول تكون حركتها لا إرادية. فإذا العضلات المرساء تكون أولا لا إرادية، ثانيا غير مخططة، ثالثا شكل الليف العضلي يكون مغزلي ويترتب بشكل طبقات، هذه موجودة قلنا في قنوات الجهاز الهضمي والتنفسي والبولي والتناسلي وغيرها. النوع الآخر من إذا هذه قلنا لا إرادية وغير مخططة. النوع الثاني هي الكاردياك مصر، هي أيضا عضلات لا إرادية، لأنه نعرف أنه إحنا تقلص القلب وانبساطه هو عملية لا إرادية، فإذا هو عضلات لا إرادية ولكنها مخططة، تتميز بأنها ذات تخطيطات عرضية، إن كلهن به اللويفات طولية، بس الكاردياك والسكيليتال راح تكون بها تخطيطات عرضية، خطوط غامقة تتبادل مع خطوط فاتحة، وهذه فيها تفاصيل عميقة انتم ما مطالبين بها. ما يميز الألياف القلبية، تتميز الألياف القلبية أولا أن شكلها أسطواني قصير، ثانيا تكون متفرعة النهايات، ثالثا هذا التفرع يلتقي مع تفرع الليف القلبي الآخر في مناطق داكنة راح نسميها الأقراص البينية intercalated disc. رابعا انه كل ليف قلبي يحتوي على نواة واحدة مركزية. ماشي، الألياف المنساء تكون لا إرادية غير مخططة مغزلية الشكل ذات نواة مركزية. الألياف القلبية لا إرادية ذات تخطيطات مستعرضة غامقة تتبادل مع الفاتحة، أسطوانية الشكل قصيرة، متفرعة النهايتين، تلتقي التفرعات مع بعضها، يعني كل ليف مع الليف اللي بصفة عن طريق مناطق غامقة نسحلها الانتركليتد ديسك أو الأقراص البينية، وتتميز بوجود نواة واحدة مركزية، وهذه طبعا موجودة في القلب وفي جدران الأباهر. نجي إلى سكلت المصل اللي هو أكثر أنواع العضلات أيضا موجودة في الجسم ترتبط بالعمود الفقري أو يعني عضل حركات الأطراف والرأس، وكما ذكرنا سابقا تتميز بأنها إرادية، شفت الاختلاف، ثانيا ذات تخطيطات مستعرضة أوضح من الموجودة في القلبية، ثالثا أنها تكون أسطوانية طويلة غير متفرعة، هنا كانت أسطوانية قصيرة متفرعة، هنا أسطوانية طويلة غير متفرعة، رابعا أنها متعددة الأنوية تكون محوطية الموقع يعني تقع أسفل الجدار. واضح بنات؟